امرأة سألتني أن ساعات أحيانا يحصل مشادات بينها وبين أمها، وأمها لا تعينها على برها، وصوت البنت يعلى على الأم، وهي عارفة أن هذا حرام، وتفضل تبكي علشان بتفكر أن ربنا سيحاسبها، لكن والله غصب عنها. والله سيحاسبها، والله سيحاسبها، والله سيحاسبها. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قال: وإن جاءتك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ليس من الصحابة المعروف أن يعلو صوتها وتقول غضبت ما احتملت، هذه أمك، ما يجوز لك أن يعلو صوتك عليها. وإن حصل ولم تحتملي وكان على غالي الإرادة، عليك أن تفعل شيئا واحد: تتوبي إلى الله جل وعلا وترجعي إلى رجلها فتقبلي رجلها ولا تزيدي عن ذلك.